يعمل سوءا يجزى به. بكى الصديق الأكبر، كاد ينقسم ظهره، تمطى لها وقال: يا رسول الله، كيف الصلاح بعد هذه الآية؟ أو كل سوء نعمله نجزى به؟ ومن منا لم يعمل سوءا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يغفر الله لك يا أبا بكر، ألست تمرض؟ ألست تسقم؟ ألست تحزن؟ ألست تصيبك الأدواء والألواء؟ أليست تصيبك الحمى؟ قال: بلى. قال: فذلك ما تجزون به. من يعمل سوءا من المؤمنين فغفل عن التوبة منه أو نسيه تصيبه الأمراض فتكفر عنه الخطايا السالفات وهو لا يدري.